السلام عليكم. فرنسا بدأت بتحركات وبخطوات خطيرة للغاية ضد روسيا من شأنها أن تشعل حربا عالمية لا يتمناها أحد، والبعض يرى بأن هذه المسألة قد تجد طريقا خطيرا للغاية إلى حرب عالمية ثالثة. وهذا الأمر جاء بكلام خطير قد نشر على صحيفة لموند الفرنسية يوم أمس، وطبعا نقلت التفاصيل أيضا بالتلغراف البريطانية لأهمية ما ذكر على الصحيفة الفرنسية، الذي ذكرته ببساطة بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام باجتماع في 12 يونيو من هذا الشهر، طبعا من هذا العام، ومن هذا الاجتماع الذي تم في قصر الأليزيه بعده تم مناقشة مسألة دعم ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. ففرنسا عادة تقف ضد هذا الأمر، لا تتحدث عن مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، لكن هذه المرة فرنسا غيرت موقفها بحسب التفاصيل التي نشرت على الصحيفة الفرنسية. وعلى هذا الأساس هم بدأوا بالحديث بشكل واضح بأننا سندعم انضمام فرنسا لحلف الناتو، وذلك من أجل ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاستمرار بهذه الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات بدلا من الوصول إلى هذه النقطة. فمسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وتحركات حلف الناتو في الداخل الأوكراني هي كانت سببا كبيرا في اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي. وعلى هذا الأساس عليك يا بوتين أن تجلس على طاولة المفاوضات قبل أن نصعد الموقف. ويجب أن ننتبه بأن فرنسا إن تحركت بهذا الاتجاه وقامت بدعم أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو ولا زالت الحرب مشتعلة في الداخل الأوكراني، فهذا يعني بأن جميع جيوش الناتو هذه المرة وليست فقط أسلحتها ستدخل إلى أرض المعركة، وستكون هنالك مواجهة مباشرة مع روسيا، لأن هنالك بنودا تجبر طبعا كل دول حلف الناتو إلى الدخول إلى هذه الحرب، والوضع سيتغير وسندخل في حرب عالمية ثالثة. فلماذا يا بوتين ندخل بهذا الاتجاه؟ عليك الجلوس على طاولة المفاوضات، وهذا طبعا الأمر يعتبر مهم للغاية، لأن توقيت ما نشر يوم أمس هو يأتي في توقيت حرج للغاية. الشهر القادم في 11 وفي 12 من يوليو نحن أمام القمة السنوية لحلف الناتو في ليثوانيا، وهنالك فعلا عبارة عن طلبات ومطالب كثيرة من بولندا، من عدد من الدول الأوروبية، بأن يتم ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، أو على الأقل إعطاء ضمانات ملموسة وحقيقية لأوكرانيا. وكنا أمام تفاصيل خطيرة أيضا نشرت من قبل الأوساط الغربية مؤخرا، تحدثت بأن لو لم تكن هنالك أي ضمانات ملموسة لأوكرانيا فدولا مثل بولندا وغيرها قد تدخل وتتصرف من نفسها ومن ذاتها وتدخل قواتها إلى الداخل الأوكراني، بالتالي المسألة متأزمة، وفرنسا تريد حسم الأمور مع بوتين قبل الوصول إلى هذه القمة السنوية. ولكن في نفس الوقت هنالك تفاصيل مثيرة من هذه الصحيفة الفرنسية توضح بأن المسألة أيضا مرتبطة بإرسال رسالة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن عليك يا زيلينسكي التفكير جديا بالجلوس على طاولة المفاوضات، وذلك لأن الصحيفة الفرنسية وضحت بأن هنالك إجماع عام بأن كييف لن تنجح بشكل كبير في الهجوم المضاد الذي بدأته طبعا منذ أسبوعين، ولن تستطيع من إعادة السيطرة على جميع المناطق التي تقدمت إليها القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية طبعا في أوكرانيا. وأيضا في نفس الوقت أن زيلينسكي بنفسه اليوم كان قد تحدث بشكل واضح أن الأمور بالنسبة للهجوم الأوكراني المضاد هي أبطأ مما كانوا يتمنون أو يرغبون، الأمور لا تسير كما تم التخطيط له. وطبعا هذه إذا ما لاحظنا على سبيل المثال طبيعة كل التقدم الذي تم منذ الإعلان عن مسألة بدء الهجوم الأوكراني المضاد، فسنلاحظ نحن أمام تقدم في محور زاباروجيا هنا بهذا الشكل البسيط، وهنا أيضا بهذا الشكل البسيط للقوات الأوكرانية، وهنا أيضا قرى صغيرة، 8 قرى أو 8 مستوطنات هي التي قاموا بالسيطرة عليها. الحديث بالنسبة للصحيفة الفرنسية صحيفة لوموند
قالت في الأسبوع الأول من الهجوم الأوكراني المضاد تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على 100 كيلومترا، وهذا كان أمر شيئا مهما. ولكن الأسبوع الثاني من الهجوم المضاد كل ما قامت به القوات الأوكرانية هو السيطرة على 5.7 كيلومترا، وهذه كلها عبارة عن قرى صغيرة، ليست مدنا كبيرة، ليست مدنا استراتيجية. الكل كان يتوقع هذا الهجوم الأوكراني المضاد أن يكون باتجاه واحد، بطريق واحد، سريع وقوي للغاية، ويوجه ضربة عنيفة للقوات الروسية. ولكن هذا الأمر حتى هذه اللحظة ليس حاضرا، لا بل إن القوات الأوكرانية بدأت تخسر الأرض على مستوى هذه المنطقة التي ترونها القريبة طبعا من أوريخيف، وهي بيات خاتكي. في هذه المنطقة التي مؤخرا قبل يومين سمعنا بشكل واضح بأن القوات الأوكرانية، وتم تأكيد هذا الأمر، بأنها سيطرت على بيات خاتكي، القرية الصغيرة. ولكن الآن الروس يقولون اليوم طبعا وقبل ساعات من الآن بأنهم تمكنوا من السيطرة على هذه المنطقة، بحسب هذه التفاصيل التي ترونها من موقع رايبار أو المصدر الروسي المعروف رايبار الروسي. وضح بأن هذه المنطقة التي أشرنا إليها الآن قامت القوات الروسية بهذا الشكل بالتقدم إلى بيات خاتكي، وطبعا سيطرت على هذه القرية، أي أن الأوكرانيين يخسرون الأرض بدلا من أن يسيطرون عليها وهم في هجوم مضاد. هناك هجوم مضاد على الهجوم المضاد من قبل طبعا القوات الروسية. وطبعا فرنسا منتبهة لهذه المسألة ومنتبهة إلى مسائل أكبر من ما تحدثنا عنه. ما هي المسألة الأخرى؟ المسألة الأخرى هي مسألة التفجير الذي جاء طبعا في خيرسون على سد نوفا كاخوفكا. هذا الانفجار طبعا هو أغرق هذه المنطقة بأكملها، جعل القوات الأوكرانية غير قادرة على التقدم من هذا المحور مباشرة إلى شبه جزيرة القرم، أغلقوه تماما. طبعا ليس واضحا، الاتهامات متبادلة، روسيا تقول أوكرانيا فجرته، أوكرانيا تقول روسيا فجرته، ولكن في نهاية المطاف هو أغلق هذا المحور، وأيضا أدى إلى عملية انخفاض منسوب المياه في كل هذه المياه الخاصة بسد نوفا كاخوفكا، كلها انخفضت طبعا، وهذا ما أدى في نهاية المطاف الآن إلى أضرار وخطر كبير يتحدث عنه الجميع، بأننا قد نكون أمام حادث نووي خطير، بسبب أن المياه الباردة لن تصل في فترة معينة قادمة إلى المفاعلات النووية في إنورغودار أو مفاعل زاباروجيا، وهذا يعني حادث نووي كبير سيغلق تماما حتى محور زاباروجيا الذي تقدمت به القوات الأوكرانية بالمسافات البسيطة التي تحدثنا عنها. وعلى سبيل المثال إذا ما أخذنا صورا محدثة للأقمار الصناعية لطبيعة منسوب المياه وكيف أنه انخفض طبعا قبل الانفجار الذي جاء في سد نوفا كاخوفكا، كانت المياه تبدو بهذا الشكل، وفي أحدث صورة من الأقمار الصناعية لهذه المنطقة من يوم أمس ستلاحظ كيف أنها أصبحت باللون الأبيض. هذا يوضح بأن الأرض بدأت تظهر طبعا، ومنسوب المياه قد انخفض بشكل كبير، وهو الخطر الكبير القادم على مفاعلي زاباروجيا. الأوكرانيين الآن وتحديدا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قبل 5 أيام على قناة NBC نيوز الأمريكية بهذا الشكل الذي ترونه قال إن روسيا مثلما فجرت سد نوفا كاخوفكا تريد أيضا تفجير مفاعلي زاباروجيا، الذي بحسب ادعاءاته بأن روسيا قامت بتفخيخ هذا المفاعل النووي وتريد تفجيره، وذلك لكي تجبر دول العالم بأن تقول توقفوا أيها الأوكرانيين هنالك حادثا نوويا، وعلى هذا الأساس روسيا تتمكن من التخلص من الضغط الأوكراني والهجوم الأوكراني المضاد كما هو يتحدث طبعا. وهذا يعني بأن الروس سيبقون مسيطرين على المناطق التي تقدموا إليها من دون أي ضغط، لا من أوكرانيا ولا من حلف الناتو. بل إن اليوم رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بودانوف ظهر بهذا الشكل في صور في لقاءات بعد العديد من الادعاءات الروسية بأن هذا الرجل قد قتل وطبعا اختفى لفترة معينة لأيام قليلة، وهو يظهر أمامنا تحدث وأضاف معلومة مهمة بأن هذا المفاعل مفاعل زاباروجيا الذي ترونه هنا، بأن المبردات الخاصة بالمفاعلات النووية أيضا الروس قاموا بتفخيخها، وبالتالي هنالك تفخيخ للمفاعل، تفخيخ للمبردات
الخاصة أو أجهزة التبريد الخاصة بهذه المفاعلات، وأيضا أن المياه قد انخفضت ومناسيب المياه قد انخفضت هنا، وهذا يعني بأن بركة التبريد والمياه الباردة التي تأتي هنا أيضا ينخفض منسوب المياه بها، وبالتالي نحن أمام أكثر من سبب قادم لانفجار هذا المفاعل، وأن نكون أمام حادث نووي خطير يهدد ليست فقط أوكرانيا وحتى القوات الروسية الموجودة في تلك المنطقة، وإنما أيضا أوروبا بأكملها. فيجب أن ننتبه، تنخفض المياه هنا يعني ليست هنالك مياه، وبالتالي على ببساطة لن يكون هنالك تبريدا للمفاعلات النووية ونكون أمام حادثا نووي. أيضا انفجار المبردات الخاصة بهذه المفاعلات كما يتحدث بودانوف، فهذا يعني فصل هذه المبردات عن هذه المفاعلات النووية، وها نحن أمام حادث نووي، أو ببساطة تفجير المفاعل النووي بأكمله، وأن نصل إلى حادث نووي. أكثر من سبب للحادثة النووية الآن. المشكلة أن الروس يقولون أن الأوكرانيين الآن يتحدثون ويتهموننا بهذه الطريقة بأننا فخخنا هذا المفاعل وهذا الأمر لا نريده لأنه سيضرنا أيضا، لأنهم يهيئون الرأي العام بأننا نتسبب بحرب نووية أو غيرها من هذه التفاصيل. وعلى هذا الأساس الأوكرانيون سيطالبون من النيتو التدخل المباشر لأن الأمر أصبح خطيرا. هي اتهامات متبادلة مستمرة في هذه القضية، وعلى هذا الأساس نحن أمام سد نوفا كاخوفكا، أغلق هذا الطريق، المياه تنخفض، قد نكون أمام حادث في أي لحظة أمام المفاعل النووي، مما يهدد هذا المحور الذي تحاول أوكرانيا التقدم به. وليس هذا فحسب، بل إن القوات الروسية الآن بدأت بهجوم مضاد مثير ومفاجئ لم يكن يتوقعه أحد أبدا، وهو على مستوى لوغانسك، هنا باتجاه من لوغانسك من هذا الإقليم المهم الذي سيطرت على أغلبه القوات الروسية، من لوغانسك إلى خاركيف وتهديد السيطرة على خاركيف مرة أخرى، وأيضا من لوغانسك باتجاه طبعا دانييتسك بهذا الاتجاه. وبالتالي فجأة القوات الروسية أكثر ما يقارب الثلاثة أو خمسة محاور بدأت تتقدم بها من هذه المنطقة، وهذا الأمر طبعا قد نشر من قبل بيلد الألمانية بهذا الشكل، تحدثت عنه التقارير مثل نويل ريبورت الأوكراني، وأيضا في نفس الوقت نيويورك تايمز والأوساط الروسية تحدثت ببساطة أن هنالك تقدم بما يقارب 2 كيلومتر في المناطق التي بدأت بها بالهجوم المضاد. بالتالي إذا ما أخذنا صورة القمر الصناعي كما نلاحظ هنا، ولنقترب من المناطق التي سنتحدث عنها الآن، بالنسبة للقوات الروسية ببساطة بحسب هذه التقارير والتفاصيل التي تحدثنا عنها، أن الهجوم المضاد بدأ من منطقة كرامينا التي ترونها وسفاتوفا، وأيضا باتجاه كوبيانسك من الشمال لكوبيانسك، وبالتالي إلى الغرب، وأيضا إلى الغرب ومن شمال كوبيانسك التي لا زالت تسيطر عليها طبعا القوات الأوكرانية. وبالحديث طبعا عن كرامينا، إذا ما أخذنا كرامينا وهي تعتبر المحور الذي يتجه مباشرة إلى دانييتسك، وهي طبعا تعتبر نقطة مهمة للغاية، وسنرى الآن كيف أن هذا التقدم يجري بالنسبة للقوات الروسية. القوات الروسية ببساطة هي تهدد هنا من هذا الاتجاه، تهدد بالتقدم مباشرة إلى منطقة ليمن الاستراتيجية للغاية بالنسبة للقوات الروسية، وقد ظهرت لقطات مهمة للغاية عن عملية تقدم تأتي بهذا الاتجاه للقوات الروسية لعدد أو 3 دبابات روسية تحاول التقدم والتسلل على القوات الأوكرانية من هذه المنطقة من أجل الاندفاع أو جس النبض أو محاولة رؤية والاستطلاع والاستكشاف من وضع القوات الأوكرانية. وكانت هنالك لقطات مصورة نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية لعملية تصديها لهذا الهجوم الروسي طبعا على تلك النقطة. وبالتالي دعونا الآن نلقي نظرة على هذه اللقطات التي نشرت بهذا الشكل، ولنلقي نظرة الآن ستلاحظ هذه الدبابات الروسية التي تمكنت إحدى الطائرات المسيرة الأوكرانية في تلك المنطقة من تصويرها، وواضح جدا كيف أن القوات الأوكرانية بدأت بتوجيه الضربات للدبابات الروسية. ستلاحظ بأنها تعرضت إلى أضرار فعلا، بأنها دمرت هذه الدبابات الثلاثة، وقتلوا تقريبا الجنود الروس الذين كانوا يتقدمون من هذا المحور، وكانت هنالك لقطة كبيرة بهذا الاتجاه هي ستساعدنا من التأكد من الموقع ومن محاولات التقدم طبعا الروسية على الأقل مما تم تصويره من قبل القوات الأوكرانية. وبالتالي بالعودة إلى هذه النقطة وأخذ اللقطة الكبيرة التي شاهدناها الآن قبل قليل
الخليل، ستلاحظ بأننا أمام علامات جيدة جدا هنا بأشكال مميزة هنا، وكأنها المنطقة تبدو بهذا الشكل، ويجب أن نبحث عن هذا الشكل طبعا من المنطقة المزروعة بهذا الشكل المناسب، وبالتالي يجب أن نبحث عن هذا الشكل قريبا من منطقة كرامنا. وبالتالي على هذا الأساس إذا ما ذهبنا إلى نفس المنطقة ونحاول أن نقترب من كرامنا، سنلاحظ إلى غرب كرامنا على الأقل مما نراه هنا بأن هنالك منطقة مزروعة بنفس الطريقة التي لاحظناها، العشب مميز للغاية، وخاصة هذه المنطقة التي ترونها هنا التي يؤشر عليها الآن تبدو مناسبة من شكل المربع الذي طبعا قمنا بعملية رسمه، خاصة إذا ما اتجهنا إلى الشمال قليلا ستلاحظ تقريبا بأننا أمام نفس الشكل هنا. لنتوقف قليلا وسنلاحظ بأننا أمام فعلا نفس المنطقة وتبدو متطابقة تماما، يعني أن القوات الروسية كانت قد تقدمت من هذه المنطقة من المقطع الذي رأيناه الآن، وهو يؤكد أن القوات الروسية تحاول أن تتقدم في هذه المنطقة، وطبعا لمباغتة القوات طبعا الأوكرانية، وبالتالي كل شيء أصبح واضحا بالنسبة لنا. هنا الانفجار ونفس العلامات التي تحدثنا عنها، وبالتالي هم يتجهون بهذه المنطقة والاتجاه بهذه المنطقة، هو يؤكد بأنه هنالك هجوما ومحاولات لضرب الخطوط الدفاعية الأوكرانية لتشتيت انتباه القوات الأوكرانية والقوات الروسية. ما تبحث عنه طبعا هو عملية الهجوم من كرامنا تجاه الليمن، ويعني تهديد كل هذه المدن الكبيرة التي تحاول أوكرانيا الإبقاء عليها والحفاظ عليها، سلوفيانسك، كراماتورسك، كوستانتينيفكا، وبالتالي تلاحظ أنت من الحدود الخاصة طبعا بدانييتسك ستلاحظ بأن الأمور تقريبا انتهت، ان تقدمت القوات الروسية بهذا الاتجاه لهذه المدن، وعلينا أن لا ننسى مدينة باخموت التي سيطرت عليها القوات الروسية، وأن القوات الشيشانية قد سيطرت على هذه المنطقة. أما إذا ذهبنا سريعا الآن إلى منطقة مهمة للغاية ألا وهي كوبيانسك التي تحدثنا عنها، ولنرتفع بالقمر الصناعية الآن نتجه باتجاه سفاتوفا أو كوبيانسك التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. الذي جاء جديدا بالنسبة للقوات الروسية هنا هو التقدم على مسافة 2 كيلومتر، وإذا ما لاحظنا فإن هنا منطقة يطلق عليها فليشينا بدأوا بالتقدم بهذا الاتجاه على القوات الأوكرانية في هذه المنطقة ألا وهي بيتروبافليفكا التي ترونها هنا، وأيضا في نفس الوقت أن الروس يسيطرون على منطقة أخرى هنا وهي ماسيوتيفكا، وطبعا هو يفتح الباب لهم لكي يهددوا طريقا يمتد من كوبيانسك إلى الشمال بهذا الاتجاه بأن تقدم القوات الروسية ببساطة تسيطر على هذا الطريق، ممكن لها أن تلتف من بيتروبافليفكا ولا تدخل بحرب مدن، وبالتالي فجأة تجد كوبيانسك نفسها محاصرة من قبل القوات الروسية، وخاصة بهذا الاتجاه هي مدينة خاركيف التي سحبت منها طبعا القوات الروسية سابقا في الأشهر الماضية، وكانت عبارة عن هزيمة للقوات الروسية في هذه المنطقة. ستلاحظ خاركيف هنا وهذه كوبيانسك، وبالتالي الأمور أصبحت خطيرة شيئا فشيئا. وأما بالنسبة لسفاتوفا فإن هذه المنطقة التي ترونها هنا، هنا سفاتوفا، لوحظت بأن هنالك ضربات مدفعية قوية جدا على القوات الأوكرانية في هذه المنطقة العشبية البسيطة التي ترونها. إذا ما اتجهنا إلى اليمين فالمقطع أساسا يوضح أن هنالك قوات أوكرانية تتحرك من هذا التصوير، طبعا تتحرك بهذه المنطقة التي ترونها بهذا الاتجاه، رصدتها القوات الروسية وقامت بتوجيه ضربة للقوات الأوكرانية، وطبعا لم يبقى منهم أحدا من هذه اللقطة تماما، ضربت وضربوا هؤلاء الجنود. ولاحظ هي نفس اللقطة التي ظهرت لنا من تصوير الطائرة الروسية، وسنلاحظ كيف أن القوات الأوكرانية رصدوهم بهذه الطريقة يتحركون في هذه المنطقة العشبية في الغابات، طبعا يحاولون التسلل التحرك المناورة، وستلاحظ بعدها فجأة تأتي ضربة كبيرة من القوات الروسية طبعا بهذه النقطة، اصطادوهم هذه النقطة التي أشرنا إليها، وستلاحظ كيف أن القصف جاء بهذا الشكل. في نفس الوقت أن القوات الروسية تهاجم كييف، تهاجم لفيف، تهاجم هذه المناطق بشكل عنيف على سبيل المثال وباستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية، شاهد 136 يوم أمس 36 طائرة من هذه الطائرات هاجمت هذه المدن التي ذكرتها لكم الرئيسية، 32 منها أسقطتها الدفاعات الأوكرانية،
وأيضا في نفس الوقت بأن هذه المنطقة التي ترونها أيضا في 21 من يونيو، وزارة الدفاع الأوكرانية تحدثت أن كان هنالك هجوما بهذه الطريقة على هذه المنطقة التي ترونها أو على المدن الأوكرانية التي تحدثنا بها، وبالتالي هنالك ضغط كبير للغاية يأتي على المدن الأوكرانية في كل الاتجاهات، والأوكرانيين ليسوا أمام خيارات كثيرة، وخاصة إذا ما أردنا على سبيل المثال إلقاء نظرة معينة على الخطوط الدفاعية الموجودة في هذه المنطقة. لاحظ يعني أنت الآن أمام واحدة من الأمور التي نشرت عن التقدم الأوكراني، وهي مسألة مهمة يجب أيضا أن ننتبه إليها. هذه المنطقة تحديدا الأوكرانيين كانوا قد نوعا ما نشر عنهم بأنهم تمكنوا من التقدم. لاحظ إذا ما قمنا بإعادة التاريخ قليلا فأنت ستلاحظ أن هنالك نوع من التقدم حققت القوات الأوكرانية بحسب ما أكدته طبعا الجيولوكيتينج أو تحديد المواقع لهذه المنطقة. ستلاحظ كيف أنهم تقدموا نوعا ما، تقدم يبدو بسيطا جدا، وخاصة إذا ما حاولنا أن نحسب هذه المسافة ستلاحظ بأن المسافة يعني التقدم لا يعتبر شيئا كبيرا، بما يقارب 1.6 كيلومترا فقط. سيطروا نوعا ما بشكل أكبر على هذا الطريق الممتد بهذه المنطقة، هم يستغلون، ليست هنالك مياه، ليست هنالك جبال، ليست هنالك تلال على سبيل المثال للقوات الروسية، ولكن الروس وما هو قوي بالنسبة لطريقة تعاملهم في هذه المنطقة بأنهم دائما يدفعون القوات الأوكرانية للتقدم إلى قرى صغيرة وبعدها يوجهون ضربات ليست بالسهلة على القوات الأوكرانية. وبالتالي هذه مسألة يعني يجب أن ننظر إليها بشكل صريح وبشكل واضح، أن القوات الروسية فجأة والروس فجأة وضعوا الأوكرانيين في موقف صعب. فعندما نتحدث عن هذه المنطقة بأنهم قاموا بإعادة السيطرة عليها، لا زال الأمر طبعا ينكره الأوكرانيين ولكن يتحدث عنه الروس، هو طبعا أمر هائل جدا، تقدم بسيط، خطر على هذه المنطقة وخطوط دفاعية كبيرة للقوات الروسية. هي كلها مسائل يجب أن ننتبه إليها بشكل واضح، وأن نعلم بأن الأمور لم تنتهي بالنسبة لروسيا، وبأن روسيا ممكن في أي لحظة أن تحدث الفارق على أرض المعركة، وتبدو فرنسا بأنها تتحرك باتجاه مواجهة هذا الأمر.